شايف ان الفن هو اكتر حاجه بتجمع الشعوب. بالظبط بالظبط. والقصه اللي ورا المقطوعه يعني دايما انا عندي في المقطوعات بتاعتي في المانيا غير مصر. مصر الناس بتبقى حاضر حفله عايزه الموسيقي يعزف الحفله وروح. لا انا بالنسبه لي الحفله دي مسج، دي حاله، دي قصه، دي اكت. في المانيا لازم استغل ده وان انا اتكلم. المقطوعه جايه اسمها ناس دانس دو نيل، رقصه النيل، اتكلم يعني ايه النيل بالنسبه لنا مهم. بتكلم مثلا اللي جاي مقطوعه شمس، شمس يعني ايه شمس؟ وهل شمس دي نشأت ازاي؟ واخناتون وعلاقه الشمس. يعني انا بحاول اربط دايما قصص بالمقطوعات. وفي اوروبا بيحبوا ده جدا. طب احنا ابتدينا نشوف بعد مثلا موكب المومياوات في مصر ان بقى فيه اهتمام بالجانب الفرعوني في مصر اكتر شويه حتى من الناس، يعني بقوا يدوروا يسمعوا مقطوعات من الاوبرا مثلا، يدوروا يحضروا مثلا مش عارفه السوبرانو دي هتيجي هتغني حاجه، ايه ده دي المقطوعه دي كانت حزين طب انا اتعلمها. هل حياتك لامس الموضوع ده لما بتيجي مصر او شايفه فعلا ان هو بقى فيه اهتمام شويه بالجانب الفرعوني؟ هو طبعا بعد ما هشام نزيه عمل كده ومايسترو نادر عباسي عمل كده، طبعا الناس ده حاجه تحسب لهم. يعني هم قربوا الشكل ده كلاسيكي والشكل المصري بذكاء للمجتمع. وده شيء يحسب ليهم طبعا، انا حاسس بده. وعلى يعني اتليست ان هم عملوا اتنشن، يعني عملوا ان الناس تهتم، شافت ان في حاجه موجوده. فطبعا ده حاجه مهمه جدا حصلت. يعني طب شايف الذكاء الاصطناعي ازاي؟ يعني احنا كلاتي ممنوع نفرجوا ليه خبر ده، انا ممكن اصحى من النوم الاقي الذكاء الاصطناعي عاملين مذيعه وانا قاعده في البيت. شفنا تجارب كتير في الحاجات كمان ليها علاقه بالموسيقى بالمطربين. حياتك شايفها ازاي؟ انا حضرتك عارفه، مش عارفه تعرفي ان انا بتاع اي تي اصلا. عشان كده لازم نسال. في الاي تي طبعا كل حاجه ممكنه ومباح، صح؟ مباحة ممكنة وما فيش حدود. المشكلة لما الواحد يفقد السيطرة عليها، يعني تفقدي السيطرة انك تسيطري على الـ results، على الـ على النتيجة، على النتائج. يعني احنا بنعمل اي بروبوزل في الاي تي بنعرف ايه الانبوت وايه الاوتبوت. صح، الاوتبوت لازم نكون احنا مسيطرين عليه. ما يحصل باج او ديفو بنعرف نجيب فين الديفكت ده. لكن انا اللي شايفه ان زي القنبلة الذرية، انا بس اللي خايف منه المجتمعات بتاعتنا. المجتمعات بتاعتنا دايما بيحصل لها عمليه ميس يوز، يعني صح تبقى يعني مش عارفه تستعمل الحاجه. صح صح. لكن في الموسيقى انا مش قلقان، لان الموسيقى روح يعني، فمش مهما عملت